السيارات وكثرت الأشجار على مدينة منظمة الشام. الله أكبر الله أكبر، مدينة منظمة الشام محاصرة. أول وفد من الأهالي يقوم بالدخول إلى مدينة منظمة الشام. الله أكبر. منظمة الشام 28/12/2013. وفد السيارات من الأهالي شتات يدخل الوفد إلى مدينة منظمة الشام تباعا عن العديد من السيارات تقوم بكسر الحصار على المدينة. الله أكبر. جرت العملية في ظل اتفاق تهدئة ما بين الطرفين.